وللحديث أكثر ينضم معنا من القاهرة مراسل الإخبارية أسامة عبد المقصود. أسامة، ما هي الحصيلة الأخيرة لضحايا الانفجار في ظل تضارب الأنباء حول عدد القتلى؟ أهلا بك. في البداية، بالفعل هناك تضارب في الأنباء حول أعداد القتلى. أقل الأعداد حتى الآن 13 قتيلا، والأكثر يصل بها إلى 21، لكن في كل الأحوال وفي ضوء هذا الانفجار الضخم حسب شهود العيان، ربما الأعداد في تزايد، خاصة وأن هناك أكثر من 40 مصابا. نصف هذه الحالات هي حالات خطرة، لذلك فإن الأعداد ربما تزداد خلال الساعات القادمة. الحادث أو الانفجار وقع في حوالي الساعة 10:45 بتوقيت القاهرة صباح اليوم. حتى الآن هناك تكثيف تواجد أمني في المكان، رئيس الوزراء المصري ووزير الداخلية في طريقهم إلى مكان الحادث، تم فرض كردون أمني في محيط الحادث وجاري تمشيط المكان. حتى الآن أجهزة التحقيق بدأت بالفعل التحقيق وهي متواجدة في المكان لرفع الأدلة. شهود العيان أن أحد المجهولين وضع جسما غريبا داخل الكنيسة، وبالتحديد في المكان المخصص لصلوات الرجال. تم انهيار جزء من السور الخارجي للكنيسة. يعني الشواهد حتى الآن تؤكد أن هذا انفجار ضخم. يعني كان متوقع خلال الفترة الماضية، كان هناك أكثر من تحذير أمني أن هذه الفترة مع أعياد الأقباط في مصر ومع عدد من الظروف الداخلية الأخرى المحيطة بمصر ربما تشهد مثل هذه الحوادث الإرهابية. السؤال الآن حول كيفية دخول هذه العبوة الناسفة، خاصة وأن بعد حادث الكنيسة المرقسية، الكنيسة الكبرى في مصر قبل عدة أشهر، كان هناك مطالبات بوضع أجهزة فحص بالمتفجرات على الكنائس وتعزيز التواجد الأمني، وهو ما حدث بالفعل من خارج الكنائس. السؤال الآن حول كيفية دخول هذه العبوة الناسفة الكبيرة. أجهزة التحقيق تعمل على ذلك للتوصل إليه. يعني هذه هي الملابسات حتى هذه اللحظة. هذا التفجير أيضا يأتي قبل أسابيع من زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، ويأتي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس المصري للولايات المتحدة الأمريكية. ربما بعض الخبراء يربط بين ذلك، لكن حتى هذه اللحظة نحن في انتظار بيان رسمي كامل من وزارة الداخلية المصرية، وجاري العمل على هذا البيان لدى الأجهزة المختصة بعد اكتمال الصورة لديهم والنتائج التي سوف تخرج بها أجهزة التحقيق. نعم، أسامة عبد المقصود من طنطا، شكرا جزيلا لك.